البداية مع العناوين. السفير الأمريكي: المقترح الفرنسي يخص الفرنسيين وحدهم. ساعة حاسمة في الملف الحكومي. الجيش يعلن عن 7 مفقودين في انفجار المرفأ. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر موقع otv.com.lb. بداية النشرة: بعد التسريبات عن ترشيح الوزير السابق رشيد درباس لرئاسة الحكومة، ينضم إلينا الوزير درباس في هذا الاتصال. يعطيك العافية. معليك. أهلا وسهلا. معليك، يعني اليوم سمعنا كتير كلام عن ترشيح حضرتك لتولي منصب رئاسة الحكومة، ماذا في حقيقة هذا الأمر؟ حقيقة الأمر أنني استمعت إلى هذا الكلام كما استمع إليه الآخرون، ولم يكن هناك أي اتصال بي من الجهات المعنية. هذا من حيث الشكل. من حيث الأساس، رئاسة الحكومة في هذه المرحلة تتطلب جبابرة وعملا جبارا ومساعدات جبارة، لأن الوضع الذي وصل إليه لبنان يحتاج إلى خطط مدعومة من الداخل ومن الخارج. أولا، توافق الداخلي على أمور أساسية وسياسة إصلاحية شاملة، وإلى إضافة إلى ذلك أن تكون هناك أن يكون هناك فك للعزلة الاقتصادية والمالية عن لبنان بتأمين سيولة حقيقية ودعم خارجي وعربي. عند هذه اللحظة نقول هناك من يستطيع وله خبرة للقيام بهذه المهمة وكلنا معه. من هذا المنطلق إنني أعتبر أن طرح اسمي بهذا الشكل إن هو إلا مجاملة لطيفة أعتز بها، ولكن أحدا لم يفاتحني في هذا الموضوع، وأنا لم أحضر نفسي إلى هذه المهمة الشاقة. إذن يعني هي تبقى فقط ضمن إطار المعلومات اللي تحدثت أنه السعوديين أبدوا إيجابية تجاه اسم حضرتك. مين السعوديين؟ نعم، أنا هي أول مرة بسمع بها الخبر، وأنا ماني على اتصال أبدا بالسفارة السعودية، والحقيقة يعني عادة ما فيها الاتصال. بس أنا بصراحة أنا بعتز أنه يمكن الناس اللي شافوا أنه يمكن أدائي بالوزارة لفترة من الزمن أنه في نوع من الاستقامة والتبصر، بكثر خيرا. بس بصراحة أنا بقول أنه هذه المهمة بدها على الأقل دراسة أكثر من هيك وعدد أكثر من هيك. لا يمكن أن يتولى المرء رئاسة الوزارة بمجرد إطلاق خبر. هذا اسمه استخفاف برئاسة الحكومة. وتؤيد سعد الحريري لهذا المنصب؟ يعني أنا مش نائب حتى أيد، بس أنه أنا بتمنى أنه سعد الحريري وكل القوى السياسية الفاعلة أنه أن تنسى كل الخلافات وتحط نصب عينه كيف ننقذ لبنان من الاندثار والزوال كما قال لودريان، أو من الحرب الأهلية كما قال ماكرون. شكرا لك معالي الوزير رشيد درباس على هذه المداخلة. المقترح الفرنسي يخص الفرنسيين وحدهم، الكلام للسفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروتي شي في حديث إلى المدن. أكدت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروتي شي أنه كان لمساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل أهداف عدة لزيارته بيروت، بحيث أراد أن يقدم في أعقاب الانفجار المروع الذي وقع في 4 آب تعازي الشعب الأمريكي شخصيا ومراقبة أثار الكارثة ومناقشة مجموعة من المحاورين حول سبل المضي قدما في لبنان، لافتة إلى أنه استفاد من هذه الزيارة لتسليط الضوء على الطرق العديدة التي تقف بها الولايات المتحدة إلى جانب شعب لبنان بعد مأساة المرفأ. وردا على سؤال للمدن حول تشابه وجهتي النظر الأمريكية والفرنسية حيال لبنان والحل فيه، قالت شي: نجتمع بانتظام مع شركاء دوليين يشاركوننا رغبتنا في رؤية لبنان وشعبه يسيرون نحو الازدهار. وبهذا الصدد بقينا على وجه الخصوص على اتصال وثيق مع نظرائنا الفرنسيين،
وأضافت: المقترح الفرنسي يخص الفرنسيين وحدهم، لقد ركزت الولايات المتحدة من جانبها على ضرورة الملحة لتشكيل حكومة جديدة يكون لديها النية والقدرة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها للمساعدة في إعادة الاقتصاد اللبناني المنهار ليرتكز على قاعدة صلبة، كما نتعاون مع المجتمع الدولي من خلال مجموعة الدعم الدولية للبنان. شيء وردا على سؤال حول حقيقة التسريبات حول العقوبات المرتقبة ضد المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم جبران باسيل، قالت: لن أتطرق إلى الشائعات المنتشرة، مشددة على أن العقوبات لا تهدف إلى الإضرار بالمواطنين اللبنانيين العاديين. السفيرة الأمريكية رأت أن فرصة لبنان لإحراز تقدم في مسألة ترسيم الحدود ستمثل بشرى سارة لهذا البلد والمنطقة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في المناقشات، ولكن في النهاية الأمر متروك للأطراف المتنازعة لتحديد متى يكونون مستعدين للمضي قدما في مسألة الترسيم. حكوميا أيضا أكد عضو تكتل لبنان القوي أن أبادي معلوف عبر برنامج رح نبقى سوا على أن التيار لم يحسم أمره في تسمية رئيس للحكومة، وأهم صفات الحكومة الجديدة تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. رايحين على تسمية نهار الاثنين على الاستشارات، وهدفنا واحد موحد. نحن قلنا الشخص يلي ممكن يلتزم بالإصلاحات المطلوبة وببرنامج عمل نحن وياه نتفق، نحن رح نكون أكثر المسهلين، إن كان بالنسبة لتسميتنا ولا بمشاركتنا أو عدمها أو بإعطائنا الثقة بمجلس النواب أو عدمها. المشاورات مستمرة، ما في عنا اليوم اسم بعد متفقين عليه، لا نحن بين بعضنا بالتكتل ولا مع باقي الأطراف. بقى في عنا هالثلاث أيام بدنا نستفيد منهم، كل الخيارات مفتوحة قدامنا. الاتجاه الفرنسي، اتجاه الرئيس ماكرون يلي واصل الاثنين، هو بدعم حكومة، واليوم عبر عنا مسؤول فرنسي أيضا للصحافة بأنه دعم فرنسا لحكومة، وأنه على القوى السياسية أن تجلس على جنب شوي قليلا، وبالتالي الاتجاه هو لتشكيل حكومة ما فيها قوى سياسية يرأسها سعد الحريري. هل هذا الاتجاه هو أيضا أنتم خيار بالنسبة لكم مفتوح؟ مش عم نفهم القوى السياسية. أنا ما كنت ما معي علم إنه تيار المستقبل جمعية خيرية، يعني ورئيس تيار المستقبل رئيس جمعية خيرية. يعني إذا عم ينطلب من كل القوى السياسية ما تكون مشاركة بيكون رئيسها تيار رئيس تيار المستقبل، يعني في شيء منه واضح. إحنا ببلد ديمقراطي، نحن نظامنا برلماني ورايحين نسمي نهار التنين يلي بيجيب أكترية الأصوات ممكن رئيس جمهورية يسميه، إن كان سعد الحريري ولا غير سعد الحريري. نحن هيدي الحكومة اللي جاية ما رح يكون متفقين مع على برنامج معين، من قوانين مكافحة الفساد للتدقيق الجنائي للمفاوضات مع الاي ام اف لكتير أمور تانية. نحن صارت هيدي الأمور واضحة، يلي بده يلتزم فيها إذا قنعنا أنه هذا الشخص رح يلتزم فيها رح نكون داعمين له للآخر. وبفتكر الشخص اللي بده يجي منه قادر ما يلزم فيها، ما صارت واضحة كمان، مش بس الضغط من الداخل ومن الشعب ومن العالم الموجودة على الأرض، كمان في ضغط خارجي عم بيقولوا إذا هذه الإصلاحات أنتم ما رح تقوموا فيها أنتم هيدي حرين أنتم، بس ما تنتظروا منا حدا يساعدكم. هذه الإصلاحات نحن منا زعجتنا أبدا، كل شيء محطوط والبنود يلي عم بتم الحكي عنها منا زعجتنا أبدا، بالعكس نحن فخامة الرئيس وكتيار وكتكتل كنا عم نحكي فيهم من فترة، وفي أمور نحن مقدمينها في اقتراحات قوانين مقدمينها بمجلس النواب، وفي خطط في برامج نحن كنا طالبينها من قبل. اليوم نحن برجع بكرر لك نحن قدام ثلاثة أيام مشاورات رح تتكثف كثير، في بحث عن اسم بيكون كمان موافق عليه تيار المستقبل كونه هو أكثر فريق يمثل بالطائفة السنية. عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر اجتماعها الأسبوعي إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدرت البيان التالي:
قررت الهيئة السياسية للتيار اعتماد مبادرة وطنية إصلاحية اقتصادية وسياسية شاملة ومتكاملة لتكون على مستوى ذكرى مئوية لبنان الكبير، على أن تتقدم بها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وضيف لبنان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتعلنها لكل اللبنانيين. وبحثت الهيئة السياسية في الخطوات التسهيلية التي تقدمها من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة على أن تعبر عنها خلال الاستشارات النيابية. كذلك دعت الهيئة السياسية في التيار إلى ضرورة الإسراع في التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت لكشف الحقيقة، ليس لناحية الإهمال الوظيفي وحسب، بل للناحية الجرمية المتعمدة بإدخال الباخرة وتخزين مادة النترات واستعمالها، إضافة إلى حادثة انفجارها وتحديد المسؤوليات دون أي استثناء. وهي ستبقى ساهرة على هذا الملف حتى إجراء المحاكمات العادلة، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لذلك. كشفت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة الشرق الأوسط بموضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أن الاستنتاج الأولي الذي توصل إليه فريق الـ FBI لا يوحي حتى الآن بوجود عمل إرهابي أو باستهداف جوي للمرفأ، كما يستبعد وجود متفجرات في داخل العنبر رقم 12 أو ذخائر حربية. وذكرت أن الخبراء الأمريكيين يرجحون حتى الآن فرضية الإهمال والخطأ في تخزين نترات الأمونيوم وسواها من المواد المشتعلة داخل العنبر المذكور، إلا إذا طرأت مستجدات أخرى في الأيام المقبلة تبدل هذه المعطيات، مشيرة إلى أن الخبراء الفرنسيين لم يقدموا أي تصور بهذا الخصوص بانتظار نتائج الفحوص المخبرية التي تجري في المختبرات الفرنسية على العينات التي تم رفعها من تربة المرفأ ومن البحر. وفي غرفة الطوارئ المتقدمة في بلدية بيروت شرح من الجيش اللبناني حول أهم الإنجازات بعد انفجار مرفأ بيروت. المجالات متشعبة، من إزالة الأنقاض إلى مسح الأضرار وتوزيع المساعدات. وتأكيد أن الجيش وزع 50% من المساعدات، فيما تتولى سفارات الدول المانحة وعدد من المنظمات غير الحكومية والهيئة العليا للإغاثة توزيع الباقي. إلى ذلك، وخلال المؤتمر تأكيد من الجيش على وجود 7 مفقودين، 3 منهم من الجنسية اللبنانية. لأجل نقدر ننظم العمل ونشتغل نحن وكل الجمعيات، قسمنا بيروت آخر تقسيمة تمتني هلأ 188 زون، 188 منطقة. قسمنا المباني حسب الأضرار يلي صيبتها إلى 4 مجموعات A B C D. أول مجموعة يلي فيها أضرار خفيفة مثل البواب والشبابيك يلي صنفناها تحت خانة الإيواء. الثانية يلي الأضرار متوسطة بالشقة بالوحدة السكنية، بس هيكلية المبنى أساسات المبنى بعدها متماسكة قوية. الثالثة الأضرار طايلة الأساسات، والرابعة المبنى المدمر على الآخر. كيف منشتغل عهو؟ بدي أقول لكم أنه اللي عم بيشتغل هلأ على الأرض هني الجمعيات، والجمعيات مستوى الأموال الدعم المتأمل لها فيها تشتغل المستوى الأول والمستوى الثاني. المستوى الأول اللي هو أولوية لألنا، لأنه بدنا نرد هالناس يلي ما عندها بيت عبيوتها قبل ما تشتي الدنيا. المستوى الثاني الأضرار المتوسطة، المحلات التجارية والصناعات، أماكن الصناعية الصغيرة عم نساعد فيها على السريع، لأنه هيدا الشخص إذا أنا بأمن له مشغله، بصلح له مشغله، بأمن له مشغله ويرجع يشتغل، هيدا الإنسان رح يقدر يقيم بحاله، رح يساعدني بسرعة تأمن أصنع شباك أصل إزاز تيصير الشغل قريب علينا وأسرع، وبيشيل حمل عن المساعدات بنقدر ننقلها لعائلة تانية. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه ليلة 28 و 29 آب الجاري، وأثناء قيام دورية تابعة لفوج الحدود البرية الثالث بملاحقة شخصين كانا يحاولان التسلل خلسة وبطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية عبر طريق ترابي يستعمل للتهريب في منطقة مرج التوت في خراج بلدة ينطا قضاء رشية على الحدود اللبنانية السورية، أقدم أحدهما على إلقاء قنبلة يدوية على الدورية المذكورة، ما أدى إلى إصابة
أربعة عسكريين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفيات المنطقة، وقد تمكنت الدورية من توقيف أحدهما وهو سوري الجنسية، وضبطت بحوزته أربعة صناديق ذخيرة تحتوي على 2800 طلقة عيار 7.62 ملم، وأكدت أنه تم تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى المرجع المختص، فيما عمليات البحث عن الشخص الآخر جارية في المنطقة المذكورة. أكد نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية لمجابهة وباء كورونا، بعد دعوة أصحاب القطاع السياحي من مطاعم وفنادق إلى الفتح ضمن الشروط الصحية المتفق عليها، فالاستهتار قد يودي بنا إلى عواقب وخيمة، معتبرا أن قرار الإقفال والتعبئة العامة ليس صادرا عن وزير الصحة وحده، بل بناء على توصية من منظمة الصحة العالمية ونقابة الأطباء والجمعيات المعنية. وأضاف: صحيح أن الوضع الاقتصادي الاجتماعي مزر، ولكن صحة المواطن تبقى أولوية في ظل إمكانات علاجية محدودة في القطاع الاستشفائي، ومعلوم بأن الأسرة المخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات أصبحت محدودة، والمستشفيات الميدانية لا تفي بالغرض وهي غير مؤهلة لعلاج مرضى كورونا. وشدد على أنه في النتيجة المواطن هو المسؤول عن صحته أولا وأخيرا، وعليه التعاون مع القطاع الصحي لضمان صحته وإلا. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، ولكن للمزيد يمكنكم متابعة الأوتيفي دوما عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، إضافة إلى موقع otv.com.lb. إلى اللقاء.